السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد، فضلا وليس أمرا. حس ما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة عائلة كاملة متكونة من 5 أفراد، الأب والأم وأبنائهم 3، طفل وبنتين. العائلة تعرضت لحادث مرور أثناء عودتهم من حضور ومشاهدة مباراة كروية في تصفيات كأس العالم. عائلة ماجد الحلاق انتقلت إلى رحمة الله بعد تشجيع منتخبهم العراقي بملعب البصرة. لله ما أعطى ولله ما أخذ، إن لله وإن إليه راجعون.